روسيا تكشف عن موقفها من الصحراء. أكدت وزارة الخارجية الروسية أن مشكلة الصحراء لا يمكن حلها سوى بالوسائل السياسية، وجاء هذا التأكيد خلال استقبال سيرغي نائب وزير خارجية روسيا السفير المغربي في موسكو لطفي بوشعرة، حيث تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الراهنة وفق وكالة تاس الروسية. وناقش المسؤولان تسوية ملف الصحراء في سياق النظر المقبل في هذه القضية في مجلس الأمن الدولي 20 أبريل الحالي. وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه لا يمكن حل هذه المشكلة إلا بالوسائل السياسية. وأضافت الوكالة أن المسؤول الروسي قدم للسفير المغربي شروحات مفصلة حول أهداف وغايات العملية الخاصة في أوكرانيا.